السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. انتهينا من المحمية الجديدة وتم تبذير المحمية كلها بالكامل إلا الطماط، اشتريته من السوق شتلات، وتم بذر البذور وتركيب الشتلات في يوم واحد اللي هو تاريخ 2/8/1440/8/4/2019. عندي 7 أنظمة الطماط، على سبيل المثال الطماط اللي حاله بنظام واحد، الكوسة والخيار في نظام واحد، والقرع في نظام واحد. الآن طبعا هذا بامية، هذا أول شيء. طبعا كل البامية بالجنب اليسار حطيتها بالدشت باكت اليمن اليسار عفوا، واليمن حطيت الفلفل الحار والبيديجان، هذا كله بامية وبيديجان. الجهة الثانية هذا النظام، هذا خيار وكوسة. البايبات خيار عفوا كراث وزهرة وجرجير وبقدونس وملوخية. وهذا النظام بامية، أول شيء بامية، ألوبة، فاصوليا، وفلفل رومي 4 ألوان، وملوخية، ومدخل الملوخية بامية وتينة، شجرة واحدة تينة، وشاهي أخضر حق الحصوة، ونعنع. وفي الجنب هذا، جنب هذا قسم الفراولة. طبعا قسم الفراولة الآن بدأ يتأثر من درجة الحرارة وبدأ يقل إنتاجه. وهذا نظام الطماط، تم وضع الشتلة في تاريخ 2/8/2040. طبعا هذا ممكن يصير آخر فراولة بهذا الموسم، ما شاء الله. إن شاء الله بعد 20 يوم راح أصور وأوريكم تطورات اللي حاصلة على نمو النبات، إذا كان في أخطاء راح أذكر أخطائي، إذا كان في إيجابيات وراح أذكر إيجابيات إن شاء الله. راح إن شاء الله في كل فيديو راح أضع فوائد يستفيد منهن المزارع بالزراعة المائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.